الموضوع الثاني واحد يقول لي ليش أتكلم عن البياعين حق الباصات اللي أمس وكذا أنهم مساكين ترزقون الله، حتى لو كان من بلد ومرفع أسعاره 10 ما في السوق ما يجوز. يعني من صالحه أنه تكون أسعاره مدروسة وتكون أسعاره كويسة ويربي زباين ويستفيد تدريجيا، ما هو يضرب ويهرب. يعني ما حن يهود يرفع علينا الأسعار بهذا الشكل، حتى لو كان من بلد ولا أجنبي رفع الأسعار ما يصح ولا يجوز شرعا أصلا. ولذلك نقول حطوا سعر معقول يا شباب، وحبة حبة طلوع السلم يعني بالتدريج وليس بالسرعة اللي تتخيلها خلال سنة وانت مكون ملايين من ظهورنا حني المواطنين المساكين. فأنا نبي أو ابن بلد يجب أن تكون أسعار مدروسة في صالحنا حني المواطنين ثم في صالحك أنت. شكر الله لكم، السلام ورحمة.